يكمل ابن الأثير ذكر انهزام الفرنج بحطين أصبح صلاح الدين والمسلمون يوم السبت لخمس بقين من ربيع الآخر فركبوا وتقدموا إلى الفرنج ودنا بعضهم من بعض إلا أن الفرنج قد اشتد بهم العطش وانخذلوه فاقتتلوا واشتد القتال وصبر الفريقان فلما رأى القمص شدة الامر علم انهم لا طاقة لهم بالمسلمين فاتفق هو وجماعته وحملوا على من يليهم وكان المقدم من المسلمين في تلك الناحية تقي الدين عمر ابن اخي صلاح الدين فلما راى حملة الفرنج حملة مكروب علم انه لا سبيل الى الوقوف في وجوههم فامر اصحابه أن يفتحوا لهم طريقا يخرجون منه ففعلوا فخرج القمص واصحابه ثم التأم الصف. أقول الخيار لكم في تصديق هذا الكلام أو التصديق بأنه ضمن الاتفاق والتحالف مع القمص والا لكان بإمكان المسلمين إبادة كل المنهزمين الفرنج حتى القمص وكما فعلوا بباقي الفرنج وملوكهم فقد احاطوا بهم فلم يفلت منهم احد فكانوا بين قتيل واسير فلم يفلت منهم احد حتى ملوكهم فكانوا بين قتيل واسير يكمل ابن الاثير فلما انهزم القمص سقط في ايديهم وكادوا يستسلمون ثم علموا انهم لا ينجيهم من الموت الا الاقدام عليه فاحاط بهم المسلمون احاطه الدائره بقطرها فارتفع من بقي من الفرنج الى تل بناحيه حطين فاشتد القتال عليهم من سائر الجهاد واخذ المسلمون صليبهم الاعظم الذي يسمونه صليب الصلبوت هذا والقتل والاسر يعملان في فرسانهم ورجال ورجالتهم فبقي الملك على التل هذا والقتل والاسر يعملان في فرسانهم ورجالتهم ورجالاتهم فبقي الملك على التل في مقدار 150 فارسا فصعد المسلمون اليهم فالقوا خيمه الملك واسروهم على بكره ابيهم وفيهم الملك واخوه والبرنس والبرنس أرناط صاحب الكرك وأسر وأيضا صاحب جبيل وابن هنفري ومقدم الداوية وكان من أعظم الفرنج شأنا فلما فرغ المسلمون منهم نزل صلاح الدين في خيمته وأحضر ملك الفرنج عنده وبرنس صاحب الكرك واجلس الملك الى جانبه وقد اهلكه العطش فسقاه ماء مثلوجا فشرب واعطى فضله برنس صاحب الكرك فشرب يعني الملك اعطى لي برنس فشرب برنس فقال صلاح الدين ان هذا الملعون لم يشرب الماء باذني فينال اماني ثم كلم البرنس وقرعه بذنوبه وعدد عليه غدراته وقام إليه بنفسه وضرب رقبته وقال كنت نذرت دفعتين كنت نذرت دفعتين أن أقتله إن ظفرت به إحداهما لما أراد المسير إلى مكة والمدينة والثانية لما أخذ لما أخذ القفل غدراً فلما قتله وسحب وأخرج ارتعدت فرائص الملك فسكن جأشه وأمنه وأما القمص صاحب طرابلس فإنه لما نجا من المعركة كما ذكرنا وصل إلى صور ثم قصد طرابلس ولم يلبث إلا أياما قلائل حتى مات